امبارح بنتي فوجئت ان هما بيقولوا لي ان الامن في الماسونية. فبعدين ساره لما بصيت من البلكونه لقيتهم مشرجين، فقالت خلاص تبقى هم ان شاء الله، ما هم مش هيجوا عندنا. فما اهتمتش، فوجئت انها بتقول لي يا ماما ده في مدرعه واقفه قدام الشارع. فاول ما يعني قالت لي كده جريت على البلكونه، انا اصلا يعني كنت تعبانه، فجريت على البلكونه ففوجئت ان هم لسه بيتجمعوا قدام البيت. فواحد فيهم راح بص لي من فوق يعني اشهر السلاح عليا وقال لي امشي خش جوه. فنزلت بسرعه عشان خفت ان هم هيكسروا الباب، فجريت على الباب فانا وصوره. فبنتي جريت وفتحت لهم الباب، يعني هم بيحاولوا يخلعوا الباب، بيحاولوا يشيلوه بالعتله يخلعوه. فرحت قلت لهم احنا هنفتح لكم، يعني انتوا ما تكسروش الباب، احنا هنفتح لكم. ففتحنا لهم الباب وبعدين يعني طلعنا على فوق. فطلع واحد يعني ماسك حاجه زي صاروخ، او يعني هو انا مش فاهمه هو ماسك ايه، يعني كانه ار بي جي او كانه صاروخ على كتفه. ففوجئت ان هو يعني دخل لوحده وبيشيله في وش كل اللي حوالينا. ابني اسامه واقف في الاوضه، فبقول له تعالي حبيبي، هو خايف يعني، هو الولد مش عارف يعمل ايه. فانا بقول له انت بتدور على ايه؟ فوجئت ان يعني عساكر كتيره جدا نزلوا في البدروم تحت، ومنهم اللي طلع على السطح واللي طلع يعني وزعوا نفسهم في الشقق. يعني الواحد من هول المنظر ما كانش عارف اصلا يعني في ايه، حاسس ان هو فاقد جزء من الوعي. فبعد كده قاعد يسالني اسئله، ده بيت مين؟ ده ملك مين؟ ده سليمان فين؟ اخواته اسمهم ايه؟ ويعني قاعد يدور في البيت كله على يعني انا مش فاهمه، بيدور تحت المراتب، بيدور مسك الدواليب يعني شال الهدوم اللي فيها كلها وقعها في الارض. حاجات عندنا في المخزن بهدلها، بحس ان هم بيبهدلوا بقصد ان هم يبهدلوا. وبعدين داخلين يعني طالعين على السلالم كلهم يعني بيشيلوا سلاح في وشنا، يعني هم مش مدركين او هم يعني ما بيرحموش ان دي ام واطفالها يعني من الخوف، يعني واقفين خايفين. لا ده كانهم داخلين على جماعه ارهابيه يعني مدججين بالسلاح وكانهم داخلين حرب. ف يعني قعدوا يدوروا في البيت وبعثروا يعني محتوياته وكسروا على قد ما كسروا. بعد كده راحوا بنتي حتى بترد عليهم، قلت لها يا بنتي ما ترديش لان دولك يعني ما بيتقوش بيه. صحيت من النوم ولقيت القوات الامن في وشي وهم نازلين من على السلم، حتى هم كانوا بيحاولوا يقفلوا الباب علينا ويقول خشوا جوه، بس يا اختي ما سكتتش وقالت لهم لا احنا مش هندخل جوه، ده بيتنا، انتوا اللي اقتحمتوا البيت في نص الليل واحنا مش هنسكت، وانتوا جبنا وربنا ان شاء الله هينصرنا عليكم. فراح بيدعي لي بيقول لي ما تدخليش، فقلت له لا وكده، ورحت دخلت يعني. واحنا طالعين صحيت اختي، واحنا طالعين بيقول لي بيقفل علينا الباب ويقول لي ممنوع الحركه وممنوع الكلام، بس انا ما سكتلهوش يعني. وبعدين قلت له انتوا يعني بتثبتونا في قلب البيت، انتوا اصلا اكبر مننا. يعني انا سمعت قبل كده ان اللي بيلاقوه مش يعني الشخص اللي مش موجود فبياخدوا ابنه، فكنت خايفه على ابني، يعني قعدت اقول له طب ادخل جوه، يدخل وهو خايف. يعني الاولاد كلهم يعني انتبهنا حاله من الذهول، يعني احنا كاننا فعلا في حرب مش في بيتنا. للاسف الشديد يعني زوجي يعني ما عادش بيدخل البيت، يعني اكتر منطقه مش امان له هو بيته اللي المفروض يحس فيه بالامان. اقول لهم عمر ما في دوله بتتبني على الظلم، وان هذا الظلم راح لا محاله، وان مفيش حاجه بتحصل في الكون من وراء علم الله، وان مفيش حاجه بتحصل بدون تقدير الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، وصامدون الى النهايه، وسيرحل حكم العسكر الظلمه، وسيرحل كل ظالم، وسيذهب الى مزبله التاريخ، ولن يكون هناك الا الشرفاء الذين يبغون الرفعه لهذا الوطن وللامه الاسلاميه جمعاء.